بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الكرام، نحن على مشارف شهر مبارك وموسم عظيم دنت أيامه وقرب مجيئه بما يحمله هذا الشهر من خيرات عظيمة وبركات عميمة، وبما فيه من غفران للذنوب وتكفير للسيئات وعتق من النار. وجدير بكل مسلم أن يحسن التهيؤ لهذا الشهر والاستعداد بالنية الصالحة والقصد الحسن والهمة العالية والعزم الرفيع والجد والاجتهاد والحرص على اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك لياليه وأيامه. وسبحان الله، ما أن يتباشر المسلمون بدخوله إلا ولحظات قلائل وهم يودعون ذلك الموسم العظيم، فسرعان ما يدخل وسرعان ما يخرج. ولقد شاركنا في رمضان الماضي شيوخ وصغار ورجال ونساء، ولكن حالت بينهم وبين هذا الشهر المنية وفرق بينهم وبين إدراكه الموت. ولهذا تعد غنيمة عظيمة أن يبلغ العبد شهر الخيرات وهذا الموسم العظيم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بدخوله لعظم شأنه وجلالة قدره ورفيع مكانته: هذا رمضان قد جاءكم، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، هذا رمضان قد جاءكم، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. هذه الفضائل العظيمة التي خص بها هذا الشهر المبارك تهز القلوب شوقا لإدراكه وأن يكون المرء من أهله وأن يوفق لاغتنام خيراته وبركاته. والاستعداد لهذا الشهر يكون كما قدمت بالنية الصالحة والعزم الأكيد على حسن العمل وحسن العبادة وحسن التقرب إلى الله عز وجل ومجاهدة النفس على ذلك. وينبغي أن يعلم أن أعداء الدين يدركون فضل هذا الشهر وعظيم مكانته، ولهذا فإنهم قبل دخوله يخططون ويدبرون في كيفية حرمان شباب المسلمين وأبنائهم من خيرات هذا الشهر. ولهذا تكثف الملهيات والصوارف والأفلام والملاهي بشكل لا يوجد في غير رمضان، حتى إنه لا يظن في بعض الأمكنة أن الناس دخلوا موسم له ولعب. ولهذا ينصرف كثير من الشباب إلى وسائل اللهو واللعب ومشاهدة الأفلام، والتي تعد من قبل رمضان بشهور حتى تفوت على الشباب إدراك خيرات هذا الشهر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعداء الدين لا يريدون أن يحصل أبناء المسلمين هذه المغفرة، حتى ليلة القدر يريدون أن تفوت عليهم، وهي ليلة فخم الله أمرها وعظم شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر أي أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني أعلى ليلة واحد أعلى من أعمار غالب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تجد بعض أبناء المسلمين تمر ليالي رمضان، بل تمر الليالي التي يتحرى أنها ليلة القدر، ولا يدركون لها قيمة ولا يعرفون لها مكانة ولا يحسون بشيء من قدرها، ولهذا تمضي كسائر الليالي. وهذه والله مصيبة عظيمة، بل هو حرمان بالغ. وقد جاء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. أي أن بلوغ المرء لرمضان وإدراكه لهذا الشهر الفضيل العظيم يهيج النفس للتوبة والإنابة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، تتحرك في النفس الخيرات والمنافسة في العبادات والمسارعة إلى الطاعات. بينما إذا مضى المرء على غفلته ولهوه وصدوده وأعراضه فإن الشهر يدخل ويخرجه على حاله في غفلة وضياع. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستشعر أولا قيمة هذا الشهر ومكانته العظيمة، وأنه قد دخل موسما عظيما للربح والغنيمة. انظروا على سبيل المثال إلى تجار الدنيا الساعين في تحصيل الأموال، كيف يحسبون حسابا دقيقا للمواسم الرابحة في التجارة. وإذا كان الأمر يتطلب منهم أسفارا إلى بلدان بعيدة سافروا من أجل تحصيل ربح أعلى وكسب أكبر. وهذا الموسم المبارك شهر رمضان العظيم هو من أعظم المواسم لتجارة الآخرة، من أعظم المواسم للتجارة الرابحة، تجارة الآخرة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهيئ نفسه لهذا الشهر حتى يحسن اغتنامه ويضع لنفسه البرامج الجيدة النافعة المفيدة. وإذا وضع لنفسه برنامج يلزم نفسه به، يعني انظر على سبيل المثال تهيئة البرامج، أحد السلف إذا دخل رمضان قال: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. هذا برنامج وضع لنفسه، إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، هذا برنامج وضع لنفسه في شهر رمضان. فإذا دخل رمضان ماذا ستفعل؟ حدد أهدافك وأعمالك، رتب أوقاتك، لا تفوتك صلاة التراويح وقيام الليل، لا يفوتك كثرة الذكر وقت الصيام، فإن أعظم الصائمين أجرا عند الله أكثرهم في صيامهم ذكرا لله. من صام النهار عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لكنه مثلا نائم من الفجر إلى الظهر، هل يستوي هو ومن كان في صيامه قضى ذلك الوقت في قراءة القرآن؟ هل الصيام واحد؟ هل يستويان في صيامهما؟ لا والله. نعم هذا الصائم أدى الفرض وهذا أيضا صائم، لكن لا يستوي. والقاعدة عند أهل العلم أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، فأعظم الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا.
وأعظم المعتمرين أجرا أكثرهم لله ذكرا، وأعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا، وهكذا قل في كل طاعة، لأن ذكر الله هو لب الطاعات وروح العبادات. إنما شرع الصيام والحج والصلاة وغيرها من الطاعات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا هيأ المرء لنفسه برنامجا في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك فإنه، ووضع لنفسه برنامجا، فإنه يحرص على إلزام نفسه بما رتب لنفسه من برنامج في هذا الشهر. والنفس مع المجاهدة لها والاستعانة بالرب سبحانه وتعالى تحصل الخير الكثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وسبق أن طبع لي رسالة بعنوان وجاء شهر رمضان، فصلت فيها بعض الشيء فيما يتعلق بالاستعداد والتهيؤ لهذا الشهر المبارك، ولعل في قراءتها أو الاطلاع عليها معونة بإذن الله سبحانه وتعالى على حسن التهيؤ والاستعداد لهذا الموسم العظيم المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين رمضان، وأن يوفقنا لحسن اغتنام أيامه ولياليه، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الموسم مرتقا لنا إلى الخيرات والفضائل والقربات، وأن يغنمنا خيراته وبركاته، وأن يجعلنا أجمعين في هذا الموسم العظيم من عتقائه من النار، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.